السلام عليكم. الله بيلكم ده جميل قوي. بسم الله ما شاء الله. بكام البيلكم ده؟ بيلكم ده ب 38 جنيه. انت بتقول ايه؟ ب 38 جنيه. 38 جنيه كيلو البيلكم. كيلو البيلكم اللي كان ب 7 جنيه ب 38 جنيه. ليه؟ هاخد لها كتير دلوقتي ومحدش عارف لو عارف اروح لغايه فين بعد كده. انت جشع. لا مش جشع، دي الافعال الحقيقيه. خد وكمان جبت لك اللب اهو. ده مشهد تمثيلي علشان خاطر نقول لحضراتكم ان فعلا البلكه مغلي، وان احنا التصرف احنا عملناه ده طبعا تصرف مش صحيح. التاجر لما يجي يبيع حاجه بيبيع الحاجه غصب عنه، هو مجبر على كده. هو لما بيروح يجيب بيجيب من تاجر ثاني، بيجيب من الفلاح. يبقى النقطه عندنا او المهم عندنا التاجر الكبير اللي هو الوسيط ما بين الفلاح وبين التاجر اللي بيجزع، هو دوت اللي عنده علامه الاستفهام. ليه البلكم بيغلى؟ لما قابلت حد فيهم وسالته قلت له البلكم بيغلى ليه كده؟ قال لي ايه؟ قال لي البلكم بيغلى عشان في خبر ان انت دارس مش هتعرف تخش مصر تاني، فبالتالي البلكم غلي. يعني يا جماعه البلكم يوصل للمبلغ ده عشان خاطر اشاعه او خبر مش صحيح ان الفلارس مش هتخش؟ لا، الفلارس هتخش والناس هتربي وغصب عن الجميع.